مدينة نيويورك تستعد لاستقبال أسبوع الموضة لربيع وصيف 2015 من 14 من أيلول الحالي. مجموعة هامة من المصممين يستعدون لعرض آخر ابتكاراتهم في نيويورك، من بينهم المصممة لوبوف أزريا التي عادت تشكيلتين من الأزياء، واحدة لعلامة بيسي بيجي وأخرى لعلامة هيرفي ليجي. بدأنا العمل على بعض الأفكار منذ 9 أشهر. بدأنا بدراسة الألوان والأشكال، ثم تبلورت لدينا فكرة العرض. لا شيء مفروض في عالم الأزياء، لأن ذلك يتجلى للأعين مباشرة، وكأنك أجهدت نفسك كثيرا. أعتقد أن أفضل المجموعات هي التي يبدو إنجازها هينا فتكون طبيعية جدا. في عام 2006 أسست لوبوف وزوجها ماكس أزريا علامة بي سي بي جي ماكس أزريا، وقدمت عروضا جيدة في أسابيع نيويورك للموضة. وبعد عامين أطلقت العلامة التجارية هيرفي ليجي باي ماكس أزريا. الأمر لا يتعلق بمجرد وجه جميل كما تعلمون، يجب أن يكون العارضون قادرين على كسب الثقة، يجب أن يتحلوا بالقوة. الأكيد أنهم يتمتعون بأجساد جميلة لعرض الأزياء، ولكن عندما نصمم قطعة نأخذ بعين الاعتبار شخصية من يرتديها. تعلمون أننا نعمل 6 أشهر من أجل عرض يدوم 10 دقائق، ليس هناك كلام، هناك فقط إضاءة وموسيقى، وعليك أن تروي القصة من خلال طريقة مشية العارضين، لأنهم هم محور العرض. حوالي 300 مصمم ومصممة سيقدمون خلال أسبوع الموضة في نيويورك آخر ما جادت به قرائحهم في عالم الأزياء والجمال.